صحة المرأة الحامل ونديروها واش أثناء الحمل ولا من بعد الحمل؟ لا دابا ولا من بعد الولادة؟ لكن هما مراحل فوالا باش نبداو معاها من الأول. من الأول من الأول كاين الحمل. الحمل كصيغة يعني كيفاش كتكون المرأة ملي كتكون حاملة، هذا جميع النساء اللي كيحملوا، عاد باش كاين يعني سيكولوجية المرأة الحامل، عاد باش كاين أشنو هما الاضطرابات اللي كيوقعوا في فترة الحمل، وخصوصا اللي كنسميوه حنا باكثريه ما بعد الولاده، لان من بعد الولاده هما اللي كيكونوا بزاف تيشوفوا ما بعد الولاده. فوالا سيكولوجيه الحمل، لان الحمل واحد متغير. حنا كما تنقولوا الحمل هو واحد يعني واحد المساله فيزيولوجيه طبيعيه عاديه عند الثدييات كاملين. عند المراه كتاخذ واحد الصبغه، نظرا للانسان العاقل وموسابيانس كاين واحد الامور واقع اجتماعي داكشي، دونك كاين واحد المتغيرات. هاد المتغيرات خصوصا كتبان في الحمل الاولاني، لان ما تنساش شنو هو الحمل عند المراه، هو واحد انتقال من مثلا الفتاه كتكون في دارهم كترجع الزوجه شويه مشروع ديال الام، يعني كاين واحد الانتقال، وهذا الانتقال كيعطي كيحيلها الصوره ديالها هي، الصوره ديال الامها كيفاش كانت معاها، الصوره كيفاش كانت هي طفله، يعني كاين واحد المتغيرات النفسيه كيوقعوا فيها. وهنا اللي كنشوفوا في فترات الحمل تيكونوا واحد المتغيرات اللي نقدروا نقولوا عن عاديين عند النساء كاملين. كاين الحمل كيتفرق لثلاثه المراحل، تولي تريمستر، يعني ثلاث شهور الاولى الثانيه الثالثه. ثلاث شهور الاولانيه هي اللي كنكونوا فيها مثلا واحد التغيرات فيزيولوجيه كاينه في ليبوتالاموس اللي كيبدا في هذاك التقيه مع الصباح اللي كنقولوا حنا الاعراض ديال الحمل. يعني كاع الناس اللي كيكونوا كتنوض المراه من الصباح كنقول لك كتجي هذيك التغليفه وذاك الغثيان، ياك ما حامله دائما تسول راه شوفي راسك قلبي راسك واش حامل ولا شي حاجه. مي كاينين واحد المتغيرات اخرين اللي شويه كنلقاهم في واحد المجتمعات، انا حضرت لهم شويه صغير، هي كيقول لك راه بدات تاكل الفاخر، بدات تاكل التراب، يعني كان واحد ملي كندخلوا هنا في الوحم اكزاكتومون. وعاد عاوتاني كاين الوحم، الوحم هو واحد هذوك التغيرات الفيزيولوجيه الهرمونيه تغيروا حتى لحاسه الشم. يعني مثلا شميت واحد مثلا واحد الفاكهه معينه، هذيك الفاكهه ما كاينش كاع ماشي الموسم ديالها، كتجافني فهي كيف كنقولوا، ولا راه كاين واحد المفهوم اخر ما رجعت كتخاصم. دابا مثلا المراه ملي كتكون حامله كتخاصم مع الراجل تيقول لي حبس راه المراه حامله. دايور حتى في قضاء الاسره اول سؤال كيسول القاضي المراه ملي كيكون مثلا مساله الطلاق هي واش حامله، لان كيكون هذاك المتغير تيقول لك راه ما كتحملش الراجل تخاصمات معه وداك الشيء ريحته ما كتحملهاش، تقول لها راه كتوحمي عليه غادي تجيبي شي واحد كيشبه ليه. دونك هي توت واحد الطقوسات اللي يعني متعارفين عليهم وكيتوارثوا ما بين الامهات والبنات ديالهم. من بعد المرحله الثانيه والثالثه كيبدا تتحس بالجنين في كرشه كما تنقولوا، هنا كيبدا التصور الذهني كيدير. وهنا اللي كيقولوا الناس لبعض العلماء تيقول لك بان المراه عندها جوج الاولاد، ملي كنقول الولد راه ما كنقصرش الذكر ولا الانثى، يعني الجنين عنده واحد في دماغها واحد في كرشها، وخصهم يكونوا متطابقين، يعني ملي كيتولدوا خصهم يكونوا متطابقين. هاكي غيكون هذا. كتجي المرحله الثالثه كتبدا تحس به، ها هو نعس، ها هو فيه الجوع، داك الشيء علاش داك الانستان ديال الامومه ملي كيتولد كتقول لك راه خصو نبدل ليه، راه كيغوت حيت فيه الجوع، راه كاين واحد المنظومه التواصليه كانت قبل الولاده، دونك ماشي الامور كتجي هكا. دونك كاين واحد المسار. وعاوتاني كان حتى الحمل كاين واحد الاسم كيتعطاه الحدث السعيد، ان ايفينمون اورو. حتى في بعض العائلات الكبار وداك الشيء ملي كيديروا شي اعلان بان شي اميره ولا شي حاجه حامله، ننتظر حدثا سعيدا، صح اون اتوند ان ايفينمون اورو. هي هو هذا ليفينمون اورو اللي اورو عند كل شيء، مع الاسف في بعض الحالات ما تيكونش. اشنو الاحساس اللي كيحسوا به السيدات تما كيحسوش انه حدث سعيد؟ اشنو الامور اللي ربما يقدروا اليوم ننبهوهم ليها باش ما يمشوش في الفخ ديال انه يكون ماشي سعيد؟ الوغ كاين بعض الامور اللي كنقولوا حنا ما عندهمش هما عليها واحد الكونترول والسيطره، ما عندهمش عليها واحد السيطره. كاين مثلا نقدروا نهضروا على الحمل غير مرغوب. وي هذا هو اول حاجه، واش هذاك الحمل مرغوب فيه؟ لان كاين في المجتمع ديالنا مثلا الا جات المراه لقات راسها حامله تتقول لك وانا ما كنتش باغا، صح فوالا. اول جواب كتسمع
الناس اللي دايرين بها وانت حمد الله وانت مبجيش حمد الله الناس عطاك الناس ما لقاوش ظفر الدري وانت هذا وهذا وغيت زاد برزقو لا كاين بزاف ديال الامور كاين داك الحمل اللي كيكون عاوتاني مضغوط شويه وخصك تزيدي وخصك هادي وعندك دراري خصك بنيه وخصك عندك الاولاد خصك عندك البنات خصك دري دونك كيبقى الحمل جاي مع واحد الحموله حموله ديال القلق الخوف هذه بزاف الامور كاين اللي الحمل ديالها كيحيلها ليستوار ديالها القصه ديالها هي ديال ما كيفاش عاشت مع ما واش ما توفات وهي صغيره وتربات هكا دونك كيطلع بعض الخطا كيطلع واحد النيفو ديال القلق عندك انا توقع لي شي حاجه او اللي كيموتوا الامهات ديالهم في الحباله ديال في الولاده ديالهم بالتحديد كتحيلها لواحد يعني حدث مزوج داكشي علاش كنرجعوا حنايا في المره ملي كتكون حامله دابا كلشي الناس كيهضروا على ما يسمى بالحمل المبرمج يعني لا غروسيس بروغرامي امتى ايتترا هذا 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 واحد الوقت كيقول لك هذاك الشيء كتقول له واش دايره شي موانع الحمل كتقول لك لا واش بغيتي تحملي ولا ما راك عليا ايوا كيفاش ما دايرش موانع الحمل وبغيتي تحملي الراجل مسافر كاين لا كاين دونك كيخص الانسان يعني يوعم هذه المساله دونك ملي كنشوفوا في المراه في هذه الامور كنبداو نشوفوا اللي كنسميو حنا لي زونتيسيدون ديالها كي دايره المسار ديالها واش فايته عانت من الاكتئاب نعم هادو كيكونوا حنا بحال كنقولوا تعزلهم مثلا القابله ولا الطبيب العام ولا الطبيبه المختصه ولا الطبيب المختص في النساء والتوليد كيخصو يسول في هذا الشيء باش يشوف لان كيختلف المراقبه بحال كنقولوا حنا كنسيبليو شكون هما اللي غنردوا لهم البال اكثر من الاخرين اللي فايته عندها اكتئاب فايتها عاشت قصه ديال الاكتئاب اللي عندها الاجهاد اللي منها كل شيء هنا كنلقى واحد النوع ديال النساء اللي كان مثلا كتزوج الراجل جالسه مع ناسها مع دارهم منها كل شيء واخا تحمل خص نفس الاشغال اللي كدير وتجي مثلا كنقولوا حنا العجوزه تقول لها وانتم مفشين حنا كنا كنحطبوا ونديروا ونفعلوا وكنا كنولدوها في الديور ما كان هذا الشيء دونك كاين واحد الضغط كما تنقولوا واحد الحموله كاين عاوتاني الناس اللي كتحس بالعزله واحد السيده مثلا تزوجات ومشات من مدينه المدينة ولا من إقليم الإقليم وحيدات وخصوصا اللي كيمشيو صغارات ولا شي حاجة وحملات وكنعرفوا حنا بأن في بلاصة الحمل يعني ملي كيكون الحمل دايور هذه واحد المسألة عندنا في المجتمع في إلا كاع جاها الحم بصعيب كيهز الراجل ويديها عند دارهم وي كنقولوا تحمل تكمل اللحم عند ما إلا قربت الولادة شكون اللي كيجي قابلها الأم ديالها هذا كيتسمى الدعم هذا مهم صح. ومهم جدا واخا تكون ما عرفت في خير الدنيا كتلقى راه غنمشي عند بنتي راه قربت تولد وكنوجد ليها هذا كيتسمى الدعم اللي كتحس فيه الدعم وفيه لا ترانسميسيون ديال 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 العوائد حنا كنديروا حنا كنحسوا وحتى الامان كاين الدعم داخل فيه لو سونتيمون دو سيكوريتي يعني الاحساس بالامان هادو كاملين كاين مع الاسف كاين بعض النساء الحوامل كيفقدوهم دونك كيخليهم عندهم واحد القابليه واحد الهشاشه ولا واحد لا فولنرابيليتي انهم يوقعوا لهذا الشيء كاين عاوتاني اللي كتكون عندها العلاقة متوترة مع الزوج ديالها كتكون متوترة لعدة أسباب ما تتلاحظيش دابا حاليا رجع واحد يعني نقدروا نقولوا في واحد الفئه من المجتمع ولكن غادا واحد الوقت فاش كنتي كتمشي المراه الحامله عند الطبيبه ولا الطبيب ديال النساء والتوليد ولا الطبيب العام ولا اللي كان اللي كيتبع لها الحب ولا القابله كتلقاي العيالات اللي كاينين دابا لا رجعنا كنشوفوا الراجل والمراه هذا واحد تطور مزيانه هي تطور نوعي يعني كتحس بان راه كاينه واحد المواكبه كاين واحد الدعم كاين بزاف ديال 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 الامور وحتى في الولاده الى سبقت الحدث حتى في الولاده رجعت فوالا كان ولينا كنشوفوا الرجال كيدخلوا مع نساهم بالكاميرا وبالفيديو ولا كيكون دعم انه تيكون معها ماشي فقط انه كيتسنى برا اولا كيف قلتي انت كتكون معها الام ديالها هي اللي كتولدها حنا نقولوا في واحد الفئه مجتمعيه باقا شويه نخبويه يعني ماشي عند كل شيء عاد باش ولكن العموم الحمد لله الحمد لله لا كاين تطور وعاد باش كاينه الاحداث اللي صعيبه مثلا وقعت شي حاجه في العائله واثناء الحمات لها باها وقع راجل كاينين مع الاسف انا حضرت لهم لان المراه حامله والراجل دار كسيده ومات يعني ديجا هي كتقول لك هذا في اللي في كرشي يعني خارج يتيم يعني كاين واحد الظروف اللي كما تنقولوا ما عندهاش تحكم فيها هذا هو قضاء الله وكيتصرف داكشي علاش هاد الناس هاد الفئه هذيك كنردوا لها شويه البال اكثر انا بغيت ندير واحد القوس راه كاين بعض الناس اللي عندها جميع
يعني اللي كنقولوا حنا هاد لي كاليت هاد الامور هذه اللي تقدر تؤدي للاضطرابات النفسيه في الحمل من بعد الولاده وما يوقع لها والو. وكاين اللي ما عندها حتى حاجه من هذا الشيء ويقدر يوقع لها، دونك ماشي داك الشيء ماشي شرط ماشي شرط. وكنعطي ديما المثال، مثلا ملي كتشوف شي حد مثلا عنده با فيه السكر، عمو فيه السكر، خو الكبير فيه السكر، هذا كيقول لك ملي كيوصل ديك 40 45 يقول لك خصني نقص اتاي مستوس وداك الشيء. هذا لا يعني انه غادي ما يديرش السكر ولا غيديرو، هو كيدير واحد الوقايه. دونك حنا هادو كنردوا لهم البال اكثر من الاخرين، حيت ما تنساش حتى في العياده ديالنا عندنا النساء مجوجات وداك الشيء، وكتبع لك شي او تقول لك بغيت نولد ولا عندها ولد كتقول لك بغيت نزيد. وي. هنا فين كتناقشوا على ما يسمى الحمل البومرماج، يعني خصنا نعرفوا امتى، لان كاين بعض الحالات الاكتئاب الموسمي ما خصش الجهادي شنو هو الصيغه، يمكن نهضروا عليها من بعد ديال الدواء واش تاخذوا واش ما تاخذوش، وكتكون كتخدم مع الجينيكو ولا الجينيكو اللي كتبعها ولي زيكوغرافي، كاين واحد المواكبه والحمد لله الامور تدوز 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 مزيانه. احنا كيف قلتي في عاداتنا في هذا كنتقبلوا اي امر كديروا للمراه الحامل، لقيناها تقلقات كنقولوا الحمل، لقيناها تعصبات كنقولوا الحمل، لقيناها كتاكل بزاف في الحمل، لقيناها مشات لها الشهيه الحمل، طار عليها النعاس كتنعس بزاف، يعني حنايا فهمتي كنتقبلوا اي امر كدير السيده تنقولوا الحبال فهمتي كنقولوا معليش نصبروا هاد الشهر شهور الله يجيب الفكاكا على خير. مي المراه الحامله واش كتعرف راسها انها غاده في واحد المصب اللي هو ما زوينش، ديال انها فعلا تقدر تدخل في واحد الموجه ديال الاكتئاب، تقدر تدخل في شي حاجه اللي هي غدر بالصحه النفسيه ديالها، اولا حتى هي كتشوف معايا انهم حتى هي كتمشي في ديك الموجه ديال التقبل حتى كتولد عاد كتصادف. كاين كما قلتي كاين واحد الامور اللي ملي كنقولوا حنا كيديكلارا لا غروسيس، يعني كتبان كتبان ولا كتعلن، يعني سواء كتعلن شفهيا ولا كتبان في الفيزيولوجيا ولا المورفولوجيا ديال المراه. كنقبلوا راه هكا ناعسه راه مرخيه تقيات راه خليها على خاطرها اكسيتيرا، مي هنا ملي كنهضروا على بعض الاضطرابات هو كنقولوا حنا ملي كيرجع الانفعال كيرجع الغضب كيرجع الاضطراب في النوم من كيرجع واحد البكاء بدون سبب. حنا باقيين كنهضروا على القيمه ديال الحدث، مثلا الحدث السعيد حقا بغيت هذه والله الا جاتني هذا حقا، كتبقى تهضر بواحد الطريقه اللي محببه الناس. ولكن ملي كيكون في الغضب البكاء بدون سبب واحد القلق واحد يعني واحد كاين واحد الانفعالات ماشي هما هذوك، هنايا بحال كاين جوج الامور اللي كيوقعوا، سواء السيده لان خصوصا الحمل الاولاني، لان المره اللي كتكون الحمل الثاني ولا الثالث كيكون عندها ديما واحد لا ريفيرونس في الاول صح راه هكا هكا عندي الوحم صعيب عندي هذه كتوقع لي هذه، ولكن كنقول الولد الاول ديال التعلم فوالا ولكن كتقول لك الامور كتدوز بخير من بعد. هنايا كيخصنا نردوا البال، لان اللي ثبت علميا هو راه الحاله النفسيه ديال المراه الحامل عندها تاثير على الجنين. ونرجعوا لعاود ثاني ديك القضيه واش الحمل مرغوب ولا كنانسيست على، لان هذه مهمه جدا، لان الناس كيبان لها راه ما كاينش شي تاثير، حيت حنا ملي كنهضروا على التاثير واش خدت شي دواء واش حاجه، لا راه حتى الحاله النفسيه ملي ما كتحسش بالدعم، ملي ما كتحسش ملي كيكون عندك اجهاد كثير، ملي ما كان عندك واحد الترقب واحد التوجس على المستقبل، كي غندير لهذا الدري كي غندير لهذا كاين بزاف ديال الاسئله. نعطيك واحد المثال تذكرته الان، عندها واحد السيده عندها واحد الخوف، كانت عندها بنيتها ومن حملات لقات وليد، يعني نورمالمون خاصها تفرح اكزاكتومون، جات بواحد الحاله ديال الخوف والدكتور قالوا لي تربيه الدراري واعره وعندك يخرج مدمن، راه باقي عندها ست شهور الحمل. واو شو التأثير قداش شوف فين يعني. وصلنا زعما الخوف، يمكن شفت شي روبورتاج ديال على الادمان ولا شيء ولا غير الناس، يعني احنا كنتاثروا بداك القيل وقال. انا كان زوج ديالها جالس حداها قال لي وهاي خرج بعدا ويحن الله زعما سبحان الله وكل واحد زعما يعني هاد التخوفات كتجي لان داز عندها شي حد من العائله فوالا شي حاجه مع مو ولا شي حاجه، دونك كيبقى داك الشيء علاش كنهضر عنا دائما على الجيني اللي كاين في الدماغ والجيني اللي كاين في الكرش، خاص كاين ما كاينش شي وحده كتقول ولدي غيخرج مدمن ولا غيمشي للحزب نهز ليه القفه ولا شي حاجه، داك الشيء علاش كاين بعض الناس كيبداو يطلعوا لهم هاد التخوفات، دائما كتبني غادي يدير غيقرا غيكون كذا ولا غاد البنت غدير هادي غدير هادي غدير هادي، هذا من جهه. دونك هادو هما اللي كنردوا لهم البال، لان علاش خصنا
ديما كنقولها هنا في الاعراض ديال الاضطرابات النفسيه المساله ديما كتعتبر في مساله وقت. يعني واحد النهار ولا يومين كانت مقلقه ولا شي حاجه ودازت الامور هذيك ماشي مشكل. نعم. ما تنسميوهاش هذا. مي الا متدات واحد الوقت وكاينين اللي ما كيبقاوش ياكلوا، كاينين اللي مثلا كيهزلوا يعني كيضعف، يعني كاين واحد التاثير يقدر يكون مباشر لا على المراه الحامل لا على الجنين. هنا كيخصها تعلم القابله اللي متقابلها ولا الطبيبه ولا الطبيب العام اللي متقابلها ولا الطبيب ولا الطبيبه ديال النساء والتوليد، باش على الاقل كما تنقولوا حنايا نتصنتوا ليها. لان بعض الخطرات هذاك الانصات هنا فين نرجعوا شنو هو الفرق ما بين اللي طبيعي واللي ماشي طبيعي. لا راك هذاك من الحمل، لا راه هذاك من الحمل، حيت هادشي هو اللي كنسمعوه في الغالب. يعني هنا كاين الى كاع بعض الخطرات الانسان الا كان بغيت تمشي مثلا عند شي معالج نفساني ولا شي حاجه هي باش تعرف شنو هما اللي راه شنو اللي نورمال ولا اش كيدور بالذهن ديال المراه الحامل. بعض الخطرات داك الشيء غريب وعجيب، يعني خصوصا انا كنعاود نكرر الحمل الاولاني اللي خص تشوفي كاين واحد المفهوم كان بكري ملي ما كانت نسبه وفيات النساء في الولاده مرتفعه في المغرب، المرأة الحاملة كتكون معلقة قالك ما بين السماء والأرض. صح، بحال تنقولوا حتى النفسة كنقولوا النفسة بين قوسين بحال كنقولوا قبر حنا كيبقى محلول، يعني لأن محلول هادشي هو هذا بوحدو كيطلع لك صح الهلع والخوف والرعب والفزع واللي قلتي هذا بوحدو. يعني هي وهذا واخا الحمد لله المغرب راه ضرب واحد يعني ديال في المجال الصحي واحد المسافات كبيرة مشينا في هادشي، ولكن كاين هذا الموروث باقيين باقيين هذا الموروث اللي بقى لان الانسان اللي دايرين بها تيكونوا عاشوا هذا الشيء لانهم كبارات شويه وتيقول لها فلان راه شنو وقع ليها، فلان راه هذا راه تقلب ليها راه دار ليه المصران على العنقو. يعني وهذو كلهم سيناريوهات اللي الا كانت عندها واحد القابليه ديال 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 القلقيه دغيا دغيا كتطلع. دونك خاص واحد المواكبه اللي فيها بعد خطرات الشرح التوضيح، واش فهمتي؟ مثلا دابا راه كاين الالات الليكوغرافي وداك الشيء كتوضح لها كيفاش داير، علاش كتجيك التقيه لان تقلب الدري دونك الوالده رجعت واحد البوزيسيون اخرى دفعت لك المعده شويه، ها انت ردي البال مثلا لحريقه البوله، ها انت تنتظمي في الاكل ديالك باش ما يجوكش البواسير، ها انت هذا تمشي شويه على حساب النفاخ في رجلي، وكتبقى غادي كتواكب. مي كيما تنقولوا بعض الخطرات خصك ترد البال الا كانوا نيت اعراض، لان الاعراض ديال الاكتئاب ديال الحمل راه هما الاعراض ديال الاكتئاب العادي. دونك خصك تشوفهم واش كاينين ولا لا باش تكون واحد المواكبه غدا فيهم. باش نعاود نذكر الحاله النفسيه السيئه او السلبيه ديال المراه الحامل كتاثر على الجنين. هذه خاص الناس يعرفوها. نعم، ارجع بما انك كتاكد لي على هذه الكلمه غنرجع معك ونشوفها، لان في المتعارف كثير من السيدات وغتكون كتسمع معايا هذا الكلام، كثير من السيدات مثلا ملي كيوصلوا لواحد سيغتاناج وكيبقى معاه مثلا وليد واحد او بنيته واحده كتقول لك سبحان الله العظيم هذا الولد هو اللي ما كنتش باغا، هذه البنت هي اللي ما كنتش باغا وخرج فيها الخير او لا خرج فيه الخير. كنسمعوا هذا الكلام جو سي با انا داك الوليد كيفاش عاش حياته، كتلقى انه في الغالب يعني انه كان كيتخاصم مع الوالدين، كان غير مرغوب فيه، كان ما مفشش، كان وفي صدق فيه الخير. كنسمعوا هذا الكلام وهذه بزاف الامهات غيكون كيسمعوا فيا دابا يقول لي بصح كاين امهات اللي ما خلاو ما داروا، حنا بالدارجه نقولوها خداو عشوب خداو هذا باش يطيحوا داك الجنين للاسف لانه ما كانوش باغين او لا الظرفيه ما كانتش مناسبه، مي هو اللي صدق فيه سبحان الله كي كنقولوا حنا صدق فيه الخير. كاين واحد قال وليدات كلهم فيهم الخير، مي هذاك هو اللي كيبقى معك ولا هذيك اللي كتبقى معك. واحد كاين هاد المساله يمكن الاخصائيين ديال الطب النفسي للاطفال يعلقوا عليها بزاف، عندي راي شخصي ولكن ما غنقولوش. كاين واحد الظاهره اللي حتى هو منين كيكون الحمل في واحد السن متقدم شويه. بون غنقول متقدم هي 40 41 42، انا ما كنهضرش على الحمل الاولاني. انا كنقول زعما راه ولادها كبار وكما تنقولوا شي نهار وقع شي مشكل هذا وحمل. كنتذكر كاين كيجيهم لا هونت، يعني كتجيهم الحشمه. وي كتجيهم الحشمه. كنعقل على واحد السيده قلت لها الحشه انت زعما راه باقي زعما تولدوا داك الشيء. ها دكتور الله يهديك والله البنت راه غادي نتزوجها في الصيف وغنوقف قدام نسابي بالكرش. اه الوغ كو قبل ما كانش مشكل. صح
عادي كانت شحال هادي كانت الام كتزوج بنتها وتا هي حامله وكيولدوا كيولدوا كيولدوا انا حاضر عارف ناس اللي كيعموا وقدوا في السن كما تنقولوا وانا حضرت الناس يعني عاد فهاد الاعوام هادو اللي السيده ولدت قد قد البنت ديالها وين المشكل يعني لا حتى هي بالنسبه لها بمشكل يعني ما رضاتش وهادي وهادي وعاباش كندخلوا كاين بعض الخطرات حتى داك لان شنو هو الحمل باش نرجعوا شويه سيكولوجيه الحمل هو قبول الانوثه حيت كاين بعض البنات عندهم واحد المشكل مع القبول الانوثه وهما داك اللي كتلقى كتضرك باش ما تشوفش لها الكرش خصوصا من الذكور ديال العائله فوالا صح تخيلتك اليوم اخي صايبت امراض نساء والتوليد هادشي الطريقه كيفاش تكلمنا على الحباله كيفاش كتجي وهاد الامور كلها كيجيو عندك النساء الحوامل بزاف كاين لا كيصيفطوهم الطبه ديال جميل هاد التعاون وجميل ان النصيحه تكون بهذا الشكل لا انا الحمد لله الناس بدات كتوعى بان كاين هذا الجانب يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار الجانب النفسي اللي كان يعتبر هو اخر حاجه الوغ هو اهم حاجه بجانب الوظائف الاخرى بطبيعه الحال دونك احنا اليوم اللي نساجو تنسى ما شاء الله عليهم اليوم ولاو كيتبعوا مع الطبيب ديالهم من بدايه ديال الحباله حتى الاخر كانت قبل لا كانت غير 3 شهور 3 شهور اولا في البدايه ديال الحمل وفي الاخر ديال الحمل اليوم لا ولا نساجو هاد لان مزدوجتين كاين واحد الحالات يعني قريت عليهم وكنت صادفتني واحد الحاله هو داك لو كوبل يعني الزوجين اللي جميع التحاليل مزيانين وما كاينش الحمل نعم وكان وحده كان قال لها الطبيب جينيكو قال لها خصكم يمكن تشوفوا شي معالج نفسي قال لها راه يعني على حسب التحاليل اللي كاينين انا الكوبل جاتو في شي شكل شنو العلاقه شنو العلاقه قال لها شوف راه درنا جميع نطرقوا هذا الباب والباري يعني جاتني الخبر من بعد بانهم تبعوا مع شي اخصائي ولا طبيب نفسي ويسر الله من بعد يعني وكاينين الناس عاوتاني اللي كيديروا التلقيح الاصطناعي لان واش غيشد ولا ما يش كاين واحد الخوف واحد القلق طالع وهذاك ما كيساعدش دونك يعني الجانب النفسي عند المراه مهم الحامل ولا اللي بغات تحمل مهم ومهم جدا كيف قلتي ربما النفسيه كتلعب دورها اكيد الى الانسان غير تخوف من واحد المساله غير على سبيل المثال ملي تكلمتي قبيله على مثلا الاحداث اللي كنبداو نسردوها للسيده الحامل مثلا لا وراء عندك راه كيتقلب الجنين عندك المصران عندك هذه النعاسه عندك هذه الماكله عندك هذه حتى في الامراض يعني الاخرى نقدروا نديروا في الاورام السرطانيه مثلا كاين انسان كيكون مثلا مريض وهذا كيجي شي زائر عنده تيقول له ويلا مشيت عند فلان راه توفى راه يلا مشيت عند فلان توا يلا دار الدواء ديالو ورد البال ورد هذاك الانسان سيفغي باغي يعاون ولكن حتى طريقه الكلام ديالنا حتى هي كتاثر وهادشي اللي مثلا ملي كتشوف السيده كتكون حامله وردي البال وعندك يتزادي في الوزن وغتجيك الولاده صعيبه وعندك راه كيموتوا في الولاده وعندك عجبنا لهادشي خليونا في الحدث السعيد خليونا الله يفك له حايل على خير دونك اليوم ملي تنتكلموا على الصحه النفسيه ديال السيده الحامل وتنتكلموا على ان كاين مشاكل وكاين اعراض وكاين اسباب اللي ماشي طبيعي الو دابا حنا بحال هضرنا في الحمل ندوزو دابا للمرحله ديال الولاده وما بعد الولاده فوالا ما بعد الولاده كاين واحد الظاهره اللي غنهضر عليها وهي ماشي مرض هي اللي كيسميوها بالانجليزيه لو بيبي بلوز الكآبه ماشي الاكتئاب فوالا باش نكونوا واضحين هذه عندها كما تنقولوا ما بين يعني النهار الثاني والنهار الثالث كتبدا وكتسالي من بعد خمس ايام سبع ايام عندها واحد الاسبوع شرحوها بزاف الناس بلا شيت هرمونال يعني ان تيكونوا الهرمون طالعين بزاف في الحمل وملي كتولد المراه كينزلوا دونك كيعطيوها واحد الاحساس ديال كما تنقولوا بيبي بلوز الخطر ما كاينش والتربيه خاصها ترضع بزاف الخطرات ولا كتنعس وخايفه تحط حداها المهم هذه كتكون عابره يعني سحابه صيف كما تنقولوا حنا ما مرض ما والو من جي 2 جي 3 يعني النهار الثاني الثالث الخامس السابع مساله عاديه سالينا فيه مساله هذه باش الناس ما تخلطوش عباش كاين اكتئاب ما بعد الولاده هنا امور كتبدل اكتئاب ما بعد الولاده يقدر من نهار لا نيسونس ديال الازدياد يعني يقدر يجي في سنه اللي كتسبق اللي مورا الولاده داكو هذا حتى هو عنده واحد المصادر خصنا نشوفوا واش هاد السيده انا تنذكر نسى اللي في ما كتولد كديرو عندها
مرتبط بها كاينش نقاش يعني كتقول لك وراه باغي نزيد ولكن عارفه راسي غنعاود نمرض. كاين الناس اللي عندهم دي زونتيسيدون ديال 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 يعني يعني مفايتين مرض بالاكتئاب. كاين عاوتاني اللي عندهم مشاكل في اسريه انعدام الدعم الاجهاد هذوك كلهم يقدروا يديروا هذا الاحساس بالعزله هذوك كلهم يقدروا يديروا اكتئاب ما بعد الولاده اللي عنده الاعراض ديال الاكتئاب هو مرتبط هنا فاش كنعاودوا نشرحوا ان السيده تزاد مولود وتزاد مولود عادي مزيان والولاده طبيعيه والناس فرحانين وداروا العقيقه وسما ولكن هي ما فرحاناش فوالا انا كتجي بحال هي داك العنصر الغريب بزاف الشروحات شرحوها لان ملي كتكون المراه حامله راه كلشي كيهتم بها اون فوا كتولد بحال هي انت ساليتي سالات ساعتك سالات راه نهتموا بالجانب داكشي ولكن عندها عندها واحد كما تنقول روابط نفسيه بيولوجيه فيزيولوجيه اللي كتخلي ان بعض النساء يكونوا في هذا خصنا نعرفوا بان هذا الاكتئاب كاين بعض الخطرات تيكون مدخل الاضطرابات المزاج يعني بحال لان خصنا نذكروا عاوتاني المراه الحامله كاين واحد السكري ديال الحمل وكاين واحد ارتفاع الضغط ديال الحمل راه كاين اللي ما كيكونش عندها السكر وكدير السكر في الحمل وكيبقى عندها السكر فوالا اولا كيمشي مع ولا كيمشي مع الحمل وكاين اللي عندها مثلا الضغط الدموي كيرتفع في الحمل يا اما كيبقى عندها يا كيمشي كذلك هذا الاكتئاب اللي كيخصو مواكبه الوغ الاكتئاب فيه ملي كيكون اكتئاب وكيتشخص لان الاعراض الاكتئاب سي القلق الغضب انعدام النوم عدم الرغبه قله الاهتمام بالوالد ما كتبغيش ترضعو كتخاف منه عندك ندير ليه عندك في داك الشيء علاش حنا في الثقافه ديالنا كتجي الام ام هي اللي كنقول القيم على على التراديسيون وكدير لها شدي هكا كيتردعي ديري لها هكا هزيتي تقرع ديري لها هكا ضربيه من هنا يا ان ترانسميسيون سوفوار يعني كاين واحد كتعلمها كتعلمها فوالا كدير هذا الشيء كيما كدير كواكو دابا كاين بعد كيمشيو يوتيوب كيفاش دير لها هذا الشيء ما كانش كيدار هذا ليسونسيال كاين واحد المواكبه وكاين مع الاسف كاين بعض السيدات كيعانيو من الاكتئاب وهذا الاكتئاب اللي كيعانيو منه كيأثر عليهم نفسانيا وكيأثر على الانتراكسيون وهنا الناس ديال الطب النفسي الاطفال كيعرفوها الانتراكسيون هي ديك العلاقه اللي كتكون الاوليه ما بين الام والرضيع ديالها والرضيع ديالها شي لا فاسون دو لو فوار يعني كيفاش كتشدو كتعطي البزوله وكتشوف فيه هذيك راه غذاء حتى هو ولكن فما بالك ام مكتئبه اش غدوز لهذاك الدري نعم اجي نفسروا للسيدات اشنو هما الاعراض اللي كتقدر تبين انها فعلا عندها هذا الاكتئاب هذا ديال ما بعد الولاده اش الامور اللي خاصها تقول لا انا فعلا خاصني استشاره هي بعد اللحظات المحيط اللي كيرد البال اكثر لان كيكون جيران المحيط عنده درايه يعني كيفاش كيكون النفس والمراه اللي كتكون نافسه هي هما الاعراض باش الناس ما تخلطش الاعراض ديال الاكتئاب ما بعد الولاده ما كيختلفوش على الاعراض ديال الاكتئاب اللي كيمكن ليه يجي اي واحد اللي فهم يعني الحزن الشديد الوغ حنا باقيين كنهضروا على الحدث السعيد اضطرابات في النوم في شهيه الاكل في التركيز في الانفعالات فقدان اللذه في الاحداث اللي نورمالمون خصها تعطيها اللذه مثلا جاو الناس جاي كتعرف حنا كيجيو يزروا يجيبوا كادوات يجيبوا هذه يجيبوا هذه ما كاينش واحد يعني الاستمتاع استمتاع فوالا هذا هو الكلمه اللي كنقول انا ما كاينش واحد الاستمتاع هنا كيدوز اللي كيجي في هذه الظرفيه ديال المراه اللي كنقولوا يلاه ولدات هو قله الاهتمام بـ 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 بالمولود فوالا بحال صافي ماما شدي لا خلي عندكم لا هذا ماشي الوغ كو نورمال كيقول اريه ليا هذا تشوف فيه تقلب فيه تهضر معاه هذا كيكون واحد القله وكيجي معاه واحد الخوف وبعد الخطرات كيجي كينطلعوا واحد التوجسات ديال الدور ديال واش انا غنقدر نربيه ولا نقدر يعني الدور ديال الام اللي جاي اللي بدا كما تنقولوا حنا بدا لان كيكون في الكرش راه في الكرش ولكن ملي كيخرج للوجود راه بدا صافي خاصك المسؤوليه دونك كاين واش غنقد عليه واش هادي دونك هادو كتزيد الجانب ديال الاكتئاب كيجي الجانب القلقي وهادو كيستمروا انا باش نخرجوهم من لان مساله الكابه مساله ظرفيه كتبدا وتسالي نعم يعني ما تتفوتش 5 أيام 6 أيام من هنا كما كنا قلنا سابقا في واحد الحلقه على الاكتئاب الاكتئاب الاعراض ديالو خصها تفوت تكون على الاقل كل يوم ومستمره على الاقل 15 يوم نعم داكور دونك ملي كيجيو هاد الاعراض كيخص الانسان يرد البال
كما تنقولوا قد يقول قائل حق بعض الخطرات كيكونوا كيمشيو إيه مثلا كانت كتنتظر واحد الامور وما وقعاتش كتنتظر كتعرف كاين واحد الطريقه ديال الولاده ديالها الولاده السميه شكون اللي جا شكون اللي ما جاش واش جابوا حولي ولا جوج كاين واحد الظروف دايره واحد الظروف دايره بهذا الشيء مي هادو كلهم تيكونوا فيهم انفعالات ولكن انفعالات محدودة مؤقتة ما كتكونش جوهرية ومس الجوهر ديال الإنسان اللي كتحس به بأنه واحد آخر كأنه غير معني وكنركز على غير معني بما يقع يعني ما ردش البال داكشي اللي كيدور بيها فوالا الناس كاينين هذا كأنه دايره هكا وكاينه ما كاينش واحد الاهتمام بالذات بيان سور ما كاينش وهادو كيلاحظوها كنقولوا حنا المقربين اللي كيجيو يهنئوا داكشي كيلاحظوا تيقول مالها ما فرحانهاش ما اتيل بوين كاين بعض الامهات تقول لك لا لا هادشي ماشي هو هذاك بون كاين بعض الخطات كنبداو ندخلوا شروحات اخرى كنبداو نقلبوا على شي شروحات اخرى غيبيه حقه كذا هذه هذه العين هذه 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 بون هذاك ولكن حنا دابا كنشوفوا في استمراريه الحاله يعني انا ما خصهاش يعني الا استمرت واحد 15 يوم كيف قلتي اولا 15 يوم الانسان ماشي 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 هذه ماشي مساله عاديه كاين واحد المساله يعني بعض الكلمات ديال الناس يعني عنده واحد الوقت وقع صعيب دابا كنجيو مساله الرضاعه كتعرف بان الحليب ديال الام عنده علاقه بالتغذيه ديالها وبالنفسيه ديالها اكيد واحد النهار كانت واحد السيده ما عندها واحد الحاله غنهضروا على الدهان ديال ما بعد الولاده هذا ماشي اكتئاب الدهان بسيكوز بيور بيرال هذا نيفو اخر يعني صعب من الاكتئاب قالت لها راه عندك واحد الدواء كاين فيه واحد المكونات اللي يمكن ما خصكش تردي قالت لي لا خصني نردها وتقول لها ما جاوبتها قالت لها اش غتردها الغديد بهذا لو تيرم نعم يعني بدات تشوف الحموله ديال الكلمه غتردعيه الغديد يعني هذه يعني الجمله واضحه ماشي واضحه يعني ما بلا ما تدخل الشروحات اللي كاينه حيت باش نعاود نرجع راه النفسيه ديال المراه كدوز صح هما طاقات يعني كدوز للدري وتقدر تامبرانتيه يعني كما تنقولوا تتبسمو تتبسمو وداك الشيء علاش خصنا نردوا لهذا الجانب النفسي بالنسبه للحاله يعني الاضطرابات النفسيه اللي يمكن لها تجي هنا غنطلعوا لواحد النيفو شويه صعيب اللي كيتسمى الدهان نعم لا بسيكوز بيور بيرال هذا كيقيس واحد النسبه ديال مراه حتى لجوج في 1000 ولاده نعم هذا هو اللي كنقولوا حنا السيده تيوقع على واحد اضطراب عقلي اللي ما كيبقاش عندها اتصال بالواقع تيجيوها هلوسات صوتيه كتحس بان كل شيء ضدها ياك ما بدلوا لها الدري ياك ما غادي يقتلوه غيديروا ليه يعني فريمون كيكون واحد اضطراب سلوكي صعيب. ونفسي صعيب وصعيب جدا وهنا خصنا نردوا البال لان السيده يمكن تشكل خطوره على نفسها او على الجنين ديالها هادو حالات كيكونوا مع الاسف في الولاده وكاين بعض الخطرات كاع كيستدعي انهم الاستشفاء في مصحه الطب النفسي ولا لا لان النيفو طالع شويه مازال الاكتئاب راه كاين المواكبه من هادو لان كتنسلخ من الواقع السيده كيجيب لها الله بان كل شيء ضدها كل شيء العدو ديالها ما عرفتش غيديروا ليها ما عرفتش غيفعلوا ليها ما عرفتش دير تقول ليها وكتكون في واحد الحاله ما كاينش النوم ما كاينش الاكل يعني رد البال كل شيء كتعتبر كل شيء ضدها كل من كنهضر على كل شيء راه الناس اللي محيطين بها دونك هنا كاين واحد الاشكال يعني المقربين يعني الوالدين الخوت الزوج هاد الحالات هادو تيكونوا شويه صعاب لان خصك تعاود ترجع لهم المسار ديالهم وثقتهم لان هادو يعني ما كتبقاش تناقش واش خاصها ترضع ولا ما ترضعش انا المساله راه رجعنا كما كنقولوا خاصها ترجع بهذا غير الواقع عدم تقديم المساعده لشخصين في خطر هذه المساله رجعنا في القانون لان خاصها تعالج وخاصها دير لاباس باش يمكن لها تواكب السيروره ديال الدور ديالها ديال الام هنا كاين بزاف ديال الامور كيوقعوا واش في العلاج واش كاين ان روتري دلونفون يعني الولد ديالها خصك تحيدوا ليها واحد الوقت تخليه مع امها ولا اختها باش كتعالجها هي باش ترجعوا وكيفاش كيرجع واش خصها تكون وهنا عاوتاني غنرجعوا لذاك الدعم كاين اللي امها ما كايناش كاين اللي امها بعيده كاين اللي ما عندهاش اختها كاين يعني
سي دي اوكا باركا كما تنقولوا حنايا اوكا باركا. مي هاد الحالات كاينين كاينين وما قلال قلال مي كاينين مي كاينين وهادو مال اللي كنقولوا حنايا الطوب ديال وكاين الناس اللي زعما تيسمعوا هذا البرنامج وعارفينهم انه شويه صعب صعب جدا يعني. صح هنايا ربما كيستحضرني داك عرفتي القول اللي تيقولوا كل السيدات الله يسمح لنا من الوالدين. صراحه الان والله الا غنصدقك القول دكتور انا تنقول ربما اللي كيحسوا بهذا القول هذا هما السيدات اللي كيكونوا ولدوا وهذه المساله هذا حتى كتجرب عاد كتقدر تقولها. انا ما عمرني قلتها بكل صراحه اليوم انا تنقولها لانني حسيت بها اليوم لان ماشي حدث كيف قلتي هو حدث سعيد ولكن السيده هي اللي هزه الحموله ديالو دونك ديك 9 شهور او لا 7 شهور او لا حتى اللي كيولدوا على 8 شهور وكيبقى عاوتاني في حضانه وغيرها يعني راه ماشي بالسهل حيت هنا نرجعوا فريقا صراحه غادي نرجعوا الكلمه اللي كتقال اكثريه واه داك الشيء البنات اليوم واه الفشوش وهادو صحاب التليفون وهذا الشيء تتبع هنا وحنا كنا كنديروا ولدنا 12 ولدنا 7 وولدناها في الديور وقطعت هذاك الحبل السري بموس اي ولكن راه الظرفيه ماشي هي الظرفيه هذاك الوقت هذاك الشيء اللي كاين فوالا يعني حنا كنمشيو مع الظرفيه وشنو عاطيه احداث اللي هي مزيانه عاطيه واحد بروتوكول علاجي واحد المتابعه فخاصنا نمشيو فيها يعني نردوا البال للمراه الحامل ونردوا البال لها في الولاده ومن بعد الولاده. انتم كمعالجين وفي هذا المجال هذا شنو النوع المساعدات اللي كتقدروا تقدموا لهاد السيدات هذو؟ الوغ هنا قبل ما نبدا نهضر على العلاج خصنا نعرفوا بان كل حاله حاله ما كاينش حاله كتشبه الحاله يعني ما كاينش حاله يعني علاج مثلا نقول لك اكتئاب ما بعد الولاده اش كيدار لا شكا بوحده صح كاينين نساء اللي مواكبه الحمل ما بعد الحمل ما خذوا كانوا كياخذوا الدواء حبسنا وتبعنا لهم بلا دواء بلا والو كاينين اللي كتحتاج الدواء كاين اللي كتحتاج الدواء بواحد الكميه يعني عاديه وكاين اللي خاصها تحتاج واحد الدواء كنعطيو واحد الكميه قليله كاين واحد المساله عند العموم مع الاسف حتى عند بعض الاطباء هو تيقول لك المراه الحامله ما خصهاش تاخذ الدواء ايفيكتيفمون سي فري اييه ما خصهاش تاخذ الدواء الا في الحاله اللي كتكون هي مريضه على ملي كتكون مريضه والحاله ديالها مريضه بزاف ديك الساعه كتكون ديما الاولويه هي الحالات نعم اللي بغيت نشير ليه هو انه حاليا الادويه اللي موجودين لعلاج الاكتئاب ولا علاج اضطرابات المزاج كاينين واحد الدويان مثلا ما يمكنش تعطيهم نهائيا بحال الفالبرواد دو الصوديوم انا كنقول المواد نعم التركيبات التركيبات الفالبرواد دو الصوديوم هذاك ممنوع من عند كليا يتعطى جمال عفاك الصوت شويه ممنوع من عند كليا يتعطى نظرا اللي كيعطي تشوهات في, 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 في القلب ولا بلوتو في العمود الفقري مي كاينين ادويه اللي ديال الجنين ديال الجنين لا الام ما عندها حتى شي مشكل فوالا باش كاين ادويه اللي كنقولوا فيها نقاش يعني ما كيقول لك فوميو ما تعطيهاش في الحمل ما نعطيك واحد الماده لاباروكسيتين تيقول لك ما تعطيهاش في الحمل ولكن تعطى في 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 في, في الرضاع الا كتعطى الرضاع لان النسبه ديال الدوز في الحليب قليله جدا ماشي بحال في الدم فوالا ماشي بحال في الدم في الحليب قليله جدا هي هنايا اللي بغيت نشير ليه هو انه خاص يكون شخص تشخيص ديال الحاله تشخيص دقيق جدا يعني الحده ديال الحاله تعرف واش يعني خفيفه متوسطه او شديده باش يمكن لك تعالج هي اللي بغيت نقول هنا وهذا كنتحمل فيه انا المسؤوليه اللي انا كيلزمني انا هذا الشيء اللي كنقول ان كاينين حالات ديال الاكتئاب سواء في الحمل سواء من بعد الولاده اللي خصها تعالج وكنعالجوها مزيان ان الانسان كيفوت على العلاج وكاين تعاون مع الاطباء والطبيبات ديال النساء والتوليد لان كاين في المراه الحامل ما كنخدموش بوحدنا مزيان كاين مواكبه هذا كيخدم خدمته كاين تواصل اشنو كاين كيصيفطها درتي ليكوغرافي اشنو قال لك اشنو هذه واش من دواء عطاك واش نقص لك واش زاد واش هذه وكتبقى غادي هكا كاينين مواقع الكترونيه معروفه عند الاطباء اللي
كتشير شنو هما الادويه اللي يمكن يتعطاو، شنو هما القياسات اللي يمكن تعطاو. ولكن انا ملي كنقول ادويه راه ما نساوش بان ماشي واحد تقلق واحد النهار ولا يومين خصو الدواء، حنا كنهضروا على تشخيص يعني انا تجزم انه عنده اكتئاب في واحد الدرجه متوسطه الى شديده. نعم. لان الا كانت يعني بسيطه راه يمكن هي بالمواكبه النفسيه تقد الامور باش ما يتخدش الكلام يعني خارج على الاطار ديالو. وكاينه بعض الخطرات كاع كتطلب سكون ابيل اون ايكومورفولوجي، كيطلبها الجينيكو ولا الجينيكو، يعني ليكومورفولوجي هي كدير واحد ليكوغرافي على الجنين كامل باش تشوفوا كيفاش داير داكشي، باش حتى المراه والمحيط ديالها يطمئن. اه دكتور هاد الدواء عندك يعطينا شي حاجه عندك، لان وهاد القضيه ديال النقاش ديال الدواء راه ما كتجيش هكاك، راه نقاش مع السيده المعنيه بالامر والزوج ديالها ولا المرافق ديالها. انا مره كتجي مها، مره كيجي هذا المرافق ديالها، وكيكون واحد اتفاق، راه ماشي كتجي وكتلزمها. صح. كاين حالات اللي كتقول لهم انا كطبيب هاد السيده خصها تعالج، ولكن اش غيديروا مع على برا، هذيك هضره اخرى. واش فهمتي؟ بالنسبه مثلا لانك طيح لنا مشكل ديال 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 الحمل انا عند الجنين، من بعد كطيح المشكل انا بغيت نرضع. صح. دونك هنا كنواكبهم ايفيكتيفمون. مثلا في مضادات الاكتئاب كاين واحد جوج مواد معروفين، الباروكسيتين ولا سيرترالين، يمكن لهم يتعطاو في الرضاعة، لان كيقول لك النسبه ديال المرور ديالهم في الحليب قليله جدا. هي حنا باقيين كنهضروا على انهم خصهم يكونوا حالات اكتئاب فوالا، مش شخصه دقيقه ماشي تقلقات نهار السبت والحد ولا شي حاجه، باش ما يكونش واحد الانفلاسيون. كيكون كتاخذ اعتبارات بان هذه السيده فايته ديال الاكتئاب، والاكتئاب كيكون عندها صعيب اتسيتيرا. لان علاش؟ باش حنا السيده دوك التفاعلات لي زانتيراكسيون مير اونفون، دوك التفاعلات معها ومع الابن ديالها، راه ملي كتكون مكتئبه راه ما كتعاونش. ونجي نثبت واحد القمور لقيتنا في يعني في واحد البحوثات، راه المراه المكتئبه راه اللي ما كتاخذش العلاج راه عندها تاثير على الطفل ديالها. يعني هذاك التاثير اكثر من التاثير الا خدت الدواء، يعني الدواء اقل ضرر كما تنقولوا حنايا. بالدليل كاينين مذاهب اخرى تيقول لك لا حنا نحاول نشوفوا كيفاش نمشيو بلا علاج ولا شي حاجه. مي احنا النتيجه شنو هي؟ هي ان السيده دير لاباس، وخصوصا في ديك المراحل العمريه الاولى ديال الطفل يكون عنده واحد لي زاكيزيسيون ديالهم قادين. بصح. راه لان كاين تسكتشي من عند الام ديالو. شوفه ديال مو فيه، راه الناس ما تتفهمش هاد الامور. الشيء اللي درتي عضعتي وكتهضري هكا راه كتاثر. دونك خاص نحطوا هاد الامور في واحد الاطار معين. حنا راه كنرافقوا جوج الناس، ما بقيناش في واحد. كتقد واحد باش الاخر يكون يطلع مقاد، عندك مشروع ديال بنادم خصو يطلع مقاد. صح تكلمتي على نقطه اللي هي اساسيه، الناس تنتكلموا حتى في التواصل، يعني هذاك التواصل الحسي ما بين الام والرضع ديالها كيتم بعرضاع، يعني اللي كتشوف فيه ديك الهضره الاولى تنقول كتجي من ديك المغاغيه ديال الام مع ولدها ايضا، وتبدل ملي كتبدل ليه وتبدا تهضر معاه، وهذا راه كلشي هادشي كيبان يعني حتى في التربيه ديال الوليدات من بعد. كيفاش غدير مراه مكتئبه تتبتسم وتهضر وتلعب معاه ودير ليها كم اللي كتبدل ليه الكوش وداك الشيء؟ راه هادو هما الغذاء. راه الغذاء راه ماشي حليب، كاين واحد الغذاء اخر. صح ملي تتكلم لا نوريتور افكتيف، الغذاء العاطفي. طبيعه الحال كيف كنقولوا راه طاقات كتتمر. جو بونس عطينا كل شيء. بقاو السيدات والساده انهم يردوا البال، نردوا البال للسيده الحامل اثناء الحمل ديالها ومن بعد الحمل ديالها، وما نبقاش نقولوا فقط لا راه مقلقه حيت الحمل، لا راه نفس الشهيه ديالها مشات حيت الحمل. منشوفوا ونشوفوا دائما التاريخ العائلي. هنايا التاريخ العائلي، واش السيده لي مرات بالاكتئاب وليداتها واش كاينه الوراثه داخله في هذه المساله هذه او لا علاقه؟ لا ماشي ما كايناش العلاقه ولا كاينه العلاقه، كاين كما تنقولوا بنيه بحال السكر بحال الطونسيون بحال النظاظر، يعني قابليه تقدر. أيه قابليه لان داخل في واحد المورد جينيتيك، يعني كاين واحد المورد جيني. يقدر يكون يقدر ما يكونش، يعني ماشي هادشي ماشي حيت ما دارت اكتئاب في الحباله ديالها تقدر، ماشي مرتبطه بالاكتئاب. بزاف الامراض عندهم واحد، ولكن هذاك المورد الجيني راه كيخدع المحيط فين كاين. نعطيك واحد المثال، واحد السيد عنده جينات قابلية ديال يدير مرض ديال التوتر والقلق، عنده قابلية، ولكن تزاد وعاش في واحد الجو، واحد الأسرة عطاته الراحة والطمأنينة والأمان، هذاك لوجين ما غاديش يتإكسبريما. نعم. يعني على حسب المحيط كيف كنقولوا. هذا هو كنسميو ليبيجينيتيك، يعني التأثير ديال المحيط بالجينات. تقدر
هذاك السيد ما عندوش جينات ديال القابليه للقلق، ولكن جا في واحد المحيط غادي هو يتكون عنده مراس الى كان اللي غيدوز على لولادو. صح، نردوا لهذه القضيه. دونك يعني كلامك تبارك الله كله غادي في اطار ان من غير المواكبه النفسيه خاص المواكبه ضد المحيط وضد العائله، لان اصلا تفعيله جاتكم بزاف المرات كطلبوا ان المرافق ديال الشخص يكون وشارك الحياه. صراحه راه وليدات تيكبروا. اشنو النصيحه ديالك الاخيره نختموا بها دكتور محي لكل المستمعين والمستمعات، بما اننا في عطله وبان الناس مصيفين وبما ان بزاف ديال السيدات ولدوا دابا؟ انا لا اللي كنلاحظ في الاول هو قد ما كان الحمل مبرمج تتكون الامور مزيان، ولكن قدر الله ما شاء فعل. لا يعني سيده حملات إيه. هذيك لا، شوف انا عندي جوج، انا يمكن التفكير ديال الراجل ماشي هو هذا. انا عندي اللي ما بغاش تحمل راه كتعرف شنو غدير، ولكن كتقدر توقع. إيه، ولكن حيت ملي تقدر توقع راه كيفاش ها هو الحمل خاص تقبل فوالا من الاخر. راه قبول شيء هو اللي كيعطيك. شوف ما هضرناش على الحمل الكاذب، كاين واحد النوع ديال التمطط، يعني واحد الملائمه الجسديه للشيء. شنو هو الحمل الكاذب؟ هو وحده ما حاملاش ولكن كل شيء المورفولوجي والفيزيولوجي كانها حامله. صح. باش تعرفي التاثير ديال النفسي على الجسدي. دونك هذيك اللي كتكون الحمل غير مرغوب راه بحال داتها كلها مشكرفه مع الجنين. صح. دونك حنا تكلمنا على نقاط اساسيه، دونك التقبل والبرمجه ديال الولاده، الى الانسان الا قدر يبرمج كان بها ونعمات كيف نقولوا. لان كتنتظر عندك انتظار، وحتى الى وقعات الانسان يتقبلها وبصدر رحب. راه فعلا راه ملي نقولوا راه رجع لواحد القوله انا كيقولها كلشي، راه كلشي كيتزاد برزقه. اييه كلشي برزقه، ولكن خصنا نكون انا متقبلها متقبلها. نعطيك بحيتها بحال نديروا واخا التشبيه شويه خايب. واحد السيد وقعت لي حادثه تسير، علاش وكيفاش؟ واحد اخر تيقول لك صافي جات في ماشي مشكل دوز وكينساها. واحد اخر كيبقى يدير في اسباب النزول، وعلاش وكيفاش وعلاش انا وكيفاش انا. دونك مزيان نتقبلوا، خير القدر خيره وشره، الانسان يتقبلوا يقول الحمد لله، ولكن هذا امر هو مزيان. ولكن خيري وشري ما بقاش حدا تسال. لا ملي تكلمتي على الحوادث تكلمتي على المساله هذه، لا انا عارف اش كنقول. تكلمتي على العواد، ملي تنتكلموا على الحباله وهذا كيف قلتي حنا حدث سعيد، فنتقبلوا والله يفك له حيل على خير كل السيدات اللي كيسمعوا لنا وكيشاهدونا وهما في المرحله ديال الحمل ديالهم. وكيف كنقولوا ان شاء الله تكون فكاكا على خير وتشوفوا تيلادكم بعينيكم يا رب يا رب، وتنساو جيعاتكم ياك ولا لا. شكرا لك بزاف دكتور محي يوسف.